السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. حرارة الماء ساخن، سخونته هي على 50 درجة مئوية. أنا أردت أن يكون المشاهدين أيضا يتابعون هذا الجانب، كيف نحن خلال هذه الحلقة مختصرة سنقدم وتظهر فيها فعلا أن درجة حرارة الماء ساخن 50 درجة مئوية، وخلال أقل من يعني حدود تقريبا الحلقة ستستغرق حوالي 10 دقائق وسنكمل الماء الساخن كأس كامل، وكيف ستكون طريقة تناول الماء الساخن. أول شيء هذه الحلقة تختص بتجارب الأشخاص شفوا من أمراض مستعصية، أمراض مختلفة، وفوات صحية مختلفة. إذن نحن كلما نقدم من وقت الآخر ونتناول الماء الساخن، ما نقول تناول لأن يكون على جرعات وليس الشرب كمرة واحدة، لأن على أساس سخونة الماء يعني ساخن درجة حرارة مرتفعة. نبدأ أول شيء بهذه الحلقة الأولى بالنسبة لهذه الحلقة، لكن هي تكون الحالة 35 منذ بدأنا نقدم الحلقات متنوعة مختلفة. شفاء امرأة من الربو والتهاب الجيوب الأنفية وشفاء أحد أقربائها من فتق الحجابي انزلاقي وضمور في العصب البصرية وتلف في الشبكية والتهابات في إحدى عينيه مع العلاج بالماء الساخن. كيف ماذا ذكرت أختنا العزيزة؟ أخي الدكتور فارس، أنا مريض ربو والتهاب جيوب أنفية من 25 سنة، وكنت أستخدم الأدوية دون جدوى، وكنت أستخدم العلاج بكمادات الماء الساخن والبخار، فاستفدت كثيرا، ولكن المرض يعود. لقد شفيت تماما بشرب ما يقارب 3 لترات مع استخدام العلاج المساعد، وهو استنشاق بخار الماء المغلي 4 دقائق وأحيانا أكثر لمدة 2 شهر، ومن ثم اكتفيت بشرب الماء الساخن على الريق، وكان الربو يعود ويختفي في فترات متباعدة، وعندما تعود نوبة الربو استنشق البخار لمدة 1 ساعة تقريبا حتى تزول نهائيا. والآن وبعد مرور 2 سنين على العلاج أشرب 1.5 لتر في اليوم مع تطبيق الإرشادات وأنا في أحسن حال. وأحد أقربائي كان يعاني من فتق حجابي انزلاقي وضمور في العصب البصري وتلف في الشبكية والتهابات في إحدى عينيه، ولم تنفع معه الأدوية، وقد شفي تماما بعد مرور 1 شهر من استخدامه العلاج بشرب 2 كأس. سعة الكأس 170 ملي تقريبا من الماء الساخن صباحا على الريق. التجربة التي تليها هي الحالة رقم 36، شفاء امرأة من اضطراب في النوم، ألم في الرقبة والظهر والكتف والمعدة والحنجرة والسعلة مع العلاج بالماء الساخن. الماء الساخن غير حياتي إلا الأحسن. شكرا لك دكتورنا المفضل، أحبك في الله، أسعد الله أوقاتك بكل خير دكتور. في السابق كنت أعاني من هذه الأشياء، اضطراب في النوم، ألم في الرقبة والظهر والكتف والمعدة والحنجرة والسعلة، لأني أعيش في منطقة باردة. كل هذه الأشياء اختفت الحمد لله. في السابق أيضا كنت أتنفس مع فمي، والآن من أنفي، وبشرتي أصبحت أحسن من الأول.
اليوم لا دواء ولا يحزنون. الحمد لله الحمد لله. شكرا لك دكتور، وحفظك الله من الشر والأشرار. احترامي وتقديري لك سيدي، أحبك في الله. الحمد لله رب العالمين. الحالة رقم 37، شفاء رجل من ارتفاع ضغط الدم والسمنة وحساسية الأنف والصدر المزمن، وشفاء زوجته من مرض استئصال الرحم وفقر الدم والوزن الزائد وحرقة المعدة. مع العلاج بالماء الساخن، وأولادهما يداومون عليه على الماء الساخن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الأخ الدكتور فارس الحجري، نشكر الله ونشكركم على هذا الاكتشاف، العلاج بالماء الساخن. لقد استفدنا من هذا العلاج، بدأنا به منذ سنة، وفي نهاية هذا العام لقد شفانا الله من جميع الأمراض، منهم ارتفاع ضغط الدم والسمنة وحساسية الأنف والصدر المزمن من بعد ذهاب إلى الطبيب الخاص وإجراء الفحوصات الطبية. الأزمة تبين مع الطبيب أن الضغط أصبح 80/120 أو 8/12 بعد أن كان 9/18، ونزل الوزن من 116 إلى 90 كيلو غراما. وأن جميع الفحوصات أصبحت جيدا جدا. العمر 58 سنة، وكنا لا نستطيع ممارسة الرياضة، ولكن بفضل الله وبفضل هذا الاكتشاف، العلاج بالماء الساخن، شفانا الله من جميع الأمراض. وأيضا زوجتي تأخذ الماء الساخن، وقد شفاها الله من مرض استئصال الرحم وفقر الدم والوزن الزائد ومن حرقة المعدة، وأولادي يداومون على الماء الساخن. وبالتالي لا نستخدم أي حب من الحبوب سوى الماء الساخن، ونطلب من الله أن يزيدك من العلم، وأن تفيض على الناس بهذه العلوم وبهذا العلاج بالماء الساخن المتوفر لدى كل البشر. الحالة تليها طبعا هي نفس الحالة السابقة، بس مكمل صفحات السابقة. مع خالص الشكر لكم، ونحن ندعو لكم بشكل دائم في ظهر الغيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك أبو خالد من سوريا. كما ترون أمامكم كيف كانت فحوصات السكر وحمض البول والكوليسترول والشحوم الثلاثية، ونتائج كما ترون أمامكم، وكيف تكون هي المتوسط المعادلة الطبيعية لهذه المقاييس وما هي الوحدات، وكما هو مبين في فحص الطبي. ووضحنا طبعا بفحص الطبي على الجهة الأيمن، والفحصات الطبية التي وضحناها بشكل أوضح، والمعتدل الطبيعي، وفعلا ما تضح أن فعلا النتائج إيجابية مع العلاج بالماء الساخن. الحالة رقم 38، تجربة شفاء الرجل من ارتفاع السكر، الصداع، السعال، الاملاح والسكري مع العلاج بالماء الساخن. تحياتي لك الدكتور فارس الحجري، أنا واحد من الذي استفادوا من العلاج بالماء الساخن. لي الآن سنة مع العلاج، الحمد لله تخلصت من ارتفاع السكر، الصداع، السعال، الاملاح
كان عندي مستوى السكر بين 260 إلى 210، الآن إلى 140، من بين 140 إلى 120 إلى 112 بدون استعمال أدوية السكر. والقادم أفضل بإذن الله. تحياتي لك الدكتور فارس الحجري. طبعا أردنا نكتفي هنا بفقط هذه الحلقة التي قدمنا بعض الأشخاص الذين شفوا من أمراض وفوائد صحية حققوها من خلال العلاج بالماء الساخن. لذا ماذا ينتظر العالم؟ نحن 13 سنة مواصلين هذا الكفاح بكل الوسائل المتاحة، بكل الطرق، والمتابعين والمشاهدين والذين استفادوا من الفوائد الصحية والعلاجية بالماء الساخن، فعلا ثبتوا ذلك أن فعلا هي معجزة إلهية، معجزة أنعم الله سبحانه وتعالى على البشرية أجمع. هي المادة السهلة الرخيصة وفي متناول الجميع، لكن تحمل أسرار علمية مخفية لم يكشفها التاريخ. لذا نرجو من الجميع لا تقللوا من هذه النعمة الربانية. نحن أعطيناها أكثر من اللازم ما يتعلق بالشفاء الكيماوي اللي هو يتعلق بالأدوية. لنأخذ الصمت دقيقة ولنشوف كل شخص، كل من الذي يتحدث معك، قد يكون أنت وأنت أخي وأختي، وقد يكون قريبك أحد من أعزائك وأقاربك أو أصدقاء أو أشخاص معارف الذين يستخدمون العقاقير الطبية. وماذا استفادوا؟ ماذا حصل؟ هل شفوا شفاء كاملا من خلال الأدوية؟ وأنا واحد كنت واحد منهم. لم تكن إلا معاناة وخلف معاناة معاناة خلف معاناة. وبفضل تعالى الذين أمنوا والتزموا بجميع التطبيقات الصحية والعلاجية، لا تقللوا من أنها مادة سهلة ورخيصة، لا تقللوا من هذه النعمة الربانية، لأن حتى لا يفوتك القطار، حتى لا تحرم نفسك من هذه النعمة الربانية، إن فعلا هناك شفاء طبيعي، علاج طبيعي لك ولأعزائك ولكل من يؤمن ويواظب ويلتزم التزاما شامل بجميع التطبيقات الصحية والعلاجية للماء الساخن. نسأل الله تعالى لكم التوفيق والصحوة والعافية والعمر المديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة. سبحان الله، أكملنا كأس نص لتر ماء ساخن خلال أقل من 10 دقائق، ولكون وقت التسجيل، لكن غالبا يأخذ معي كأس كامل أخلصه خلال دقيقة واحدة، وبكل جرعة وجرعة أخرى 5 ثواني. والآن سأسجل حتى حلقة بالإنجليزي للتجارب المستفيدين، وسأكمل أيضا كأس كامل ماء ساخن، يعني خلال يعني حوالي خلال الحلقتين هذه أكون أنا تناولت لتر كامل ماء ساخن، غير الفترات طوال فترة اليوم كامل أنا خلاص أكملت برنامج كامل يوميا ملتزم التزاما شاملا 3 لترات لا تقل، لا يوجد أي عذر، لا يوجد، إن كان إلا حالة استثنائية نادرة، لكن التزمنا التزاما شاملا وكاملا لبرنامج تناول لا يقل عن 3 لترات الماء ساخن بالدرجة السخونة التي حددناها وكما تبين لديكم، والحمد لله رب العالمين. على ولا ذلك حتى التطبيقات الصحية والعلاجية، جميع التطبيقات، جميع الأساليب الصحية والعلاجية وجدنا فوائد لم تحصى ولا تحصى ولا تعد. الآن فائدة لكم، الآن دوركم، وإن لم تشارك نرجو الاشتراك، نرجو نشر القناة، نرجو تشجيع الآخرين وتشجيعنا أيضا
حتى نواصل هذا الكفاح لك والأخ لك يا أخي وأختي. وأرجو كذلك الإعجاب بال وضع الإعجاب بالمقطع الفيديو، تقديم تجربتك، يعني ما نريد ناس عنانيين، نريد ناس فعاليين، ناس مشاركين، ناس مقدمين تجاربهم. لا يشترط أننا نرد على كل استفسار، طبعا كما ترون أيضا واجه صعوبة جدا الرد على كل استفسار كل استفسار، لكن ماذا سنفعل؟ نستوعب هذه الاستفسارات ومن ثم نقدم حلقة من وقت آخر. لكن نرجو منكم قدموا لحظاتكم، قدموا تجاربكم وشجعوا الآخرين، وكذا صدقة جارية تتواصل وعلم ينتفع به. مع السلامة.